قارئ اتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب القارئ باتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي والمقيم بحوض الطرفه مركز زقازيق بمحافظه الشرقيه ادعو فضيلته كي يرتقي منصه التلاوه واسال الله العلي القدير له بالتجلي والتوفيق ولي ولحضراتكم بحسن الاستماع وليتفضل فضيلته مشكورا كي يمتعنا بمعجزه الحبيب محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني
ذلك من أنباء الغيب نوحي إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصوا بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر أفأمنوا أن تأتيهم
سبحان الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة المشركين. قل هذه سبيلي
أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ما ولكن تصديق
حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. صدق الله العظيم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب همومنا يا رب العالمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. وهكذا أيها الجمع الكريم عشنا في رحاب القرآن الكريم آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم الذي قد تلاها علينا ذلكم العلم القرآني والعلم الإذاعي الشهير وقارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بحوض الطرفة مركز زقازيق بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب. وتنعيخ وتليمان والإسلام قد حضر أثناء التلاوة ذلكم العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروقي، كما حضر إلينا أيضا الآن فضيلة القارئ الشيخ أحمد صلاح عبد الله. وتنائخة الإيمان والإسلام ومواصلة لفقرات هذه الليلة القرآنية المباركة بسم الله.